اهلا وسهلا بش برنامج بينا هنا رمضان كريم عليك رمضان بيروز به بخير بيبو برنامج كمان خوش حالين ببجداري كردنا بيروز بلالا يوش بخير بين سر تشاومات زور سباس رحب بينا برنامجنا بخير بين سر ستنا العزيزة ممكن تحكي لنا عن حياتك عن وضع زوجك الصحي الحالي وشنو السبب اللي صار وياه وش قد عندك اطفال اتواني باسي خوت مان بوبكي جيان تشونا جياني هاو سرجيري وكردو طبعا كان من الله هي بله جانی هم سرگیریم که دو خوانی پنج بناله ما سر زوجه عده خمس اطفال عفوا به بوی کم به عربی اوکی خوانی پنج بناله این دوانی هم نخوشن عده خمس اطفال اثنین منهم مرضا زوجش ایضا هم سرکش سریشم بله هم سریشم نخوشی دریش خوانی زوجه همینا عند مرض شنو المرض اللي عنده حاليا؟ حالتي تشيا حالتي نفسية مرض نفسي صار حادث معين اثر عليه؟ هوكاري وي كاتوشيا ونخوشيا بو تشيبو هوكاري هيك بوما لرزاكا بو دوش هجاري طبعا سبب يعني انه سبب انه صار بي حاله نفسيه اولا صار زلزال خانوكتان روخا طبعا كل بيتهم كله انهدم ويعني لان بسبب انه فقراء الحال يعني وضعهم كلش الله اللي يعوض الله موجود ان شاء الله خويا متي تانا يا اخوها وكاري تانا ان شاء الله من على كان ان خوشيان تشيا بلا هي كان شكريتي وياك شان سكري دم كهربائي سريع خيره مشكله الكهربائي الدماغ كهربائي الدماغ سريعه كلش اخوا رحمي بيبك ان شاء الله ان شاء الله يشافيهم من رب العالمين يشفيهم سيدنا العزيزه عندي سؤال اذا جاوبت عليه راح اعطيك جائزه قيمتها 250,000 اشهر شيء موجود هنا هو سد شو اسمه بناو بانكترين بندك ليرا بنداوا نايتشيا بنداوي در بنديخه سد در بنديخه برافو اجابه صحيحه هاي الجائزه مقدمه من برنامج قيمته 250,000 ان شاء الله ساعدكم لبرنامج بين اهلنا كنال ام بي سي عراق بريد ياريا كدو صوف نجهزها ان شاء الله بخوش يصير زول ممنون زول خوش حال بن ببجداري زول شكرا شكرا جزيلا